غادر البلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم، وذلك في زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبع حفظه الله، ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد ورئيس بعثة الشرف الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة.